نستقبل كلنا سوا الفنان زين العمر. اسم الله عليك عادل. اسم الله عليك. عم فخامة الرئيس. فخامة الرئيس. شو هالعصابة؟ أحلى جمهور والله. بس أنت بقت عم بعيطوا زين؟ إيه. نسيوا توني. أيوه برافو. برافو برافو. سمعوه سمعوه. سمعوا سمعوا سمعوا. زين. مين سميك زين أول شيء؟ زين العمر. هالمحبين. المحبين. تصور هلا أنت مثلا اسمك عادل. ايه. بعد شوي عيط لك شادي. بعد شي سنتين ثلاثة تكون كسر الدنيا. ايه. نوع من المحبة. ايه. بس الله كبير. يعني واحد بس يكون. ليش أصروا؟ ايه؟ مين وقت اللي سميك زين؟ خلص هلا إنه ليك الله كبير. ايه. نحن اليوم جايين نضحك. واقسم بالله عم بحلف يمين انه انا ولا بروجرام مع احترامي لكل كتار بروجرامات بحترمهم بس انت حدا من صميم جروحات قلبي انا بحبك وجاي انه بس سميك انه بس 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 اللي سميك زين العمر انه شو كان حاط احتمالات يعني انه اكيد خي اكيد انه هات لنسميه مثلا هات لنشوف شو رايك بخريف العهد او دموع القمر شو او ليك تعرف رضا الوالدين بيمشي منيح لا بس انا عملت زين العمر وطوني حتشيتي من اسمين نجمين بشخص واحد ولانه انا بعتقد باذن الله موهبتي منه جاي هيك من ورا الطريق انا زلمه بعرف شو جاي اعمل بالفن كثير منيح هلا وبعد 20 سنه مش غلط اليوم مين اكثر نجوميه بالدار الاحمر انت او امير رحمه اللي صوته احلى نجم اكثر كيف بيحلفوا بالدار الاحمر لسيدة بشوات حقك يا سيدة بشوات لا في حلف في حلفه في حلفين فوق فظيعه هيدي ايه. بحق سيدة بشوات وفي معها بقى حقك يا سيدة بشوات وبوسطة مليانة رهبان ايه بوسطة مليانة رهبان وكوشة نجيل وبوسطة شوفيرة الله ايه هيدي ده الشهر هيدا الشهر شهر العذراء شو بتحب شو بتقول للعذراء دخيل اجريا انا من ضيعة حد سيدة بشوات اسمها ايه. نبحة هيدي المناطق كلها اسمهم منطقة دير الأحمر أنا بحييك وبهالمناسبة جيب لك كادو حلو كتير من عنا تتحرسك وتحرس شاشة الام تي في وتحرس لبنان وشعب لبنان كله من وين ما كان بالعالم ما لقيت أغلى من هيدا الكادو إني جيب لك يا دخيل إجغيا أديب وينك يا أديب سيدة بشويك سيدة بشويات العجيب بعدين انت رئيس جمهورية خي هلأ مرشح اكيد بس اتكل على سيدة بشويات تأكد طيب شفيعة الأمراض المستحيلة والله دخيل إجريا بتضلك بس تصلع فيه بتضحك لحالك وعيات أمي بحبك من قلبي يا حبيبي على فكرة يا ريت تطلع خي شو ريغن أحلى شو ريغن بأمريكا اه. ما نش نحن بلد ديمقراطي خيي أنا معك كان ممثل هو كان ممثل وشوف هي إذا أنت بتطلع رئيس جمهورية لبنان وين المشكلة على القليل الشعب بيضلوا مبسوط أيوة خلينا رح نتوقف هلأ مع روبورتاج نتوقف مع روبورتاج صغير منشوفه سوا أنا وياكم نرجع نبقى وقصدرنا وطال المشوار تأخرنا في قصورتنا وانا عمي صار معانا
حسان العمر حكيته مترب حلو صوته وهو مهضوم وبحب الجيش ومحبوب كعند الكلب وبعقد شاب ممتاز كتير مهضوم صوته حلو والله حرام بعد الغرام قلبك يحتار والله حرام بعد الغرام لأله فنان مهم وعنده أغاني عريقة وكل الناس حافظتها قصدرنا وطال المشوار تأخرنا بقصدورتنا بغني نجمة حياتي صرتي شو عملت لي بالبلد؟ عم تفضى شوي شوي شو عملت لي بالولد راح وما سأل علي كيف بدك ترتاح البال والحال شي بيبان زين شو عملوا لنا بالبلد؟ ناخو اخته شو هي؟ عيب والله عيب انا معروف خيي ان انا بحكي الصراحه هيدا بلد بدك ولع والله العظيم عندنا وزراء ونواب اذا بتفتح تمك بسرقوا لك سنينك اي وصبطك وصبط وقام وهاب خيي انا هلا مره ايه استعملت هيك كلمه إيه؟ وما بتراجع عنا ابدا إيه؟ عرفت شو يعني إيه؟ قلت الرنجر مش إيه؟ عن الصباط الرنجر الرنجر كل واحد بدق بالجيش وبعدني بقولها خيي انا زلمه عايش بهذا الوطن لبنان مش اوتيل لبنان بدنا نحبه بالفرح وبالحزن انا مع السلام بس كل واحد بمد ايده على الجيش ما بده رنجر بده قطع ايد طب كرمال لبنان بدنا نسمع منك موال اول مره نسمعه بامرك انا بامر الرئيس عادل على راسي فينا شروقي هيدي اول مره لعيونك ولعيون الفقيه وللام تي في واحلى جمهور بحياة أوطان
لهن قلت لهن يا عادل لك قلت لهن يا عادل بعيشتي انعان بعيشتي انعان بالرغم عن فقري وحرماني ولك قلت لهن يا ناس يا ناس بعيشتي انعان بالرغم عن فقري وحرماني ولك لا بريد ما بريد ما بريد الا عيش بلبنان ولك ولا بريد الا موت لبنان ما بريد الا عيش يا عادل معك بالامتي فيه وبلبنان ولك ما نشوف الا جمال لبنان توني توني عال عال غلي توني بتحب عيط لك توني احلى من توني وزين بنعمل حفلتين على السنه زين رح نتوقف هلا مع بريك يلا على السريع يلا وبنرجع لنولع بريك على فكرة انت غير الغنى شاطر بالتقليد كتير معكم خبر؟ شوف شوف بدك تقلد لنا كم شغل كم شخصية لأنه كتير شاطر بالتقليد شو بدك؟ عاصم أنصو يا عيني كيف تجيبهم فظيع بدك جلعها ما معه حق الرجل يوم ما معه حق عادل شو العكيد كذب وين قتلوا بعضهم يوش ونحن قتلنيهم ما معه حق نيحة أبو جاسم حبيب أبو الله إليف إليف فرزلي كم بتقلده منيح ما هيك دولة الرئيس أنا أعتقد فخامة الرئيس عادل أنا أعتقد أن القانون الأرثوذكسي هو المخرج الوحيد للرجوع إلى كنف الدولة بين جميع أفريقيا زين شو رأيك نسمع هيك مثل مدلة بقى لأغانيك يلا كتير يلا هيك الناس حبتها روح بايدي بدي وجه تحية لأم فارس أمك أول ما جيت من كندا ونزلت عايل من عايل عايل ما عادل ماني عادل أول إنسانة طلعت كانت عيام إذاعة المون ليبان وجه لها تحية وبهدية إياهم كمان يا حبيبي سايق الهجن امشي امشي على هون خلينا وداع الولف خلينا وداع الولف خلينا واتعل ولف وكون أنا كون أنا كون ممنونك ممنونك سيدي عادل ماني عايل بالبصمة يا
الاسمر يا ورزاق العين والورد منك خجلان وعلى الصور بتموني على زين وعلى طوني يا حلواي بتموني على عمري وعيوني لك لو لفيت المسكوني عنكم ما في بداية العايل ماني عايل أصبر يا علينا ما بهم بكرم القهر بيبكو بكرم القهر بيبكو ولا تخافي وقلبك ينهم لا تخلي عيونك يبكو حكي علينا ما بهم بكرم القهر بيبكو وانا بكرم القهر بيبكو رقص خير بفرحتنا رقص خير بفرحتنا وكسرنا وطار المشوار اخترنا بالسدور عالمكان عارضين الليل رجعت وغلطنا طيب شو اللي صار اخرنا شوي غلطنا غلطنا طيب شو اللي صار اخرنا شوي غلطنا صرنا بضيعتنا اخبار بتم العالم وصرنا على صافتكم عنك هالمريول يلا تنطير سويني حتى اصبر مش معقول لاخر هالصيفي سيبني عنك هالمريول يلا تنطير سويني حتى اصبر مش معقول لاخر هالصيفي العادل بكره رح اقول قدامك بدنا تحلول يا مقاتل او مقتول يم سيبني عنك هالمريول يلا تنطير سويني حتى اصبر مش معقول لاخر هالصيفين اهلك بكره رح اقول قدامهم بدنا تحلول يا ما قابل او ما تقول يا لك امك ما بطلع تعطي بيك خبرت القصه قال لي ما بجوز بنتي بعد ما خلصت درسه امك ما بطلع تعطي بيك خبرت القصه قال لي ما بجوز بنتي بعد ما اعمل عرس لحضر عرسك عيني لاهلك بكره رح قول قدامهم بتلك محلول يما قاتل او مقتول يما بتعطوني هي يما بتعطوني هي يما بتعطوني هي ايوه ايوه يا عادل فظيعين على اغاني يا مان عن جد عن جد اغاني بتعقي شو كتر خير الله حلوين دايما الفنانين بس تحكي معهم بيقولوا لك كان عندي تور
ورايح هلا جاي من تور ومشتاق لك انا مشتاق لك قوي وحبيبي و... ليه ليه انت عندك هلا عندك شي تور زين الحمد لله بالصيفية والعاني اذا الله بيريد رح بتكون بلبنان وين بكل خبر. المناطق بلبنان خبرنا عندي كثير حفلات بكل المناطق اللبنانية إذا خلونا الشباب إنه الوضع هيك شوي نتفة أكسجين بالله عليكم إيه؟ تبا لكم طب عرفت شو عندك تور بكل لبنان وعندي بأيلول سبتمبر مارغو أند ويسام دباجة انترتينمنت عندي حوالي 14 حفلة بكل أمريكا بقى بوجه تحية لكل اللبنانيين والعرب اللي عم شوفونا من شاشة الانترنت أكيد اكيد لانه جمهورنا كثير كبير جمهور هيدا حكي والله عن جد بكندا وباستراليا اصلا بكل العالم تحياتي لاستراليا يعني. مصر اليوم تغني يا صمتي يا معذبني اذا بدك مش خايف يزعل منك من الحين بركات ما احنا ما صدقنا تصالحتوا يا شيخ ابو مجد ما تسمعه تحبه كثير لابو مجد وهذا معلمنا وتاج راسنا ايه. وليش اليوم بدي غنيها اليوم الحلقة عم تطلع عيد الشهداء عيد الشهداء 6 أيار كل الشهداء اللي سقطوا على أرض لبنان من جيش لبناني وكل إنسان قاوم على طريقته من شان يبقى لبنان بدي أهدية صمتي يا معذبني من شاشتكم وبالإذن من أبو مجد بس قبل ما أنهيها بدي أطلب من أديب بدي أنا هلأ بلش هيدي الغنية وأنا بدي جيب لك رمز أنا بدي لبسك إياها على مدة الغنية بس لأنه بعرفك مش بس أنا بحب الجيش أنت كمان بتحب الجيش أكيد كلنا بنحب الجيش هلأ هيدي أنا بلبستها بفيديو كليب عطيوني اياها وبعدني محافظ عليها وانا بقدم لك اياها يا حبيبي خلاص احلى كادو هذا تحيه للجيش اللبناني خلاص تحيه من القلب زين قبل ما ننهي مع الغنيه ايه؟ بدي اقدم لك سوفونير اديب عجل لقلك سوفونير ايه؟ من هيدا حكي يا حبيب قلبي زين العمر حلو كثير وبدي اقدم لك كمان عن جد تقدمتكم جوري مكرزل طبعا ما فيش من قيمتك ساعه موشن ثانك يو مكرزل جوني حبيب قلبي وصاحبنا وصديقنا بدي اقول له الله يوفقه ثانك يو ميرسي وكمان كمان بدي اقدم لك صوره هيدي عنا اياها بالبيت قديمه لالي هيدي بس انه حبيت اليوم اقدم لك اياها هاي ب 93 لما رجعت انت من كندا يا شفت ليش انا بحب الوفا ايه؟ وانت خيي ايه؟ هل بالي عادي ميرسي وخليك سلام لام فارس بوس لي ايديا وراسها والا وجهك خير يا علينا يا حبيبي وغيرك ما حبينا شكرا وبما انك كمان زين انت بتحب الجيش هول تلعب فيهم مع الأولاد ايه هودي ليك يعني هودي رح لعب فيهم أولادي وعلمهم على حب هاي المؤسسة الطاهرة الشريفة 100% بس جيب لك هلأ كم كادو ايه برمزيتهم ايه غير سيدة بشوية أنا بتمنى غير سيدة بشوية دخيل اسمها وغير هاي وغير هيدي ليك هيدي أرزة يا بيي يا بيي يا زين بتمنى انه تزرعوها بجنينة الام تي في اكيد لا تبقى هون نزورها كل ما نجي لازم اكيد اوكي ونكتب هون عادل كرم الرئيس المقبل يا بعد في بدي اقول لك شغله الرئيس دائما بيحمل كل الاشياء جديده وكل الاشياء ما حدا حاملها قبله ايه؟ انا رح اقدم لك هيدا يوغا تو تابلت ايه؟ من شان تتابع كل اعمالك عليه هيدا من شركه مرتي ايه؟ واخواتها ايه؟ بقى هيدا كادو مش من قيمتك يا حبيبي يعني اوكي شو؟ وقريبا
مش رح خليك بقى تطلب من منين بده يجي الكادويات. قريبا جدا رح يوصل لك موبايل. اول واحد بيحمله بلبنان الرئيس عادل كرم. زين العمر يا صمت يا معذبني. Shoot!
شعبك اكبر يا وطني وهن بيبقوا صغار. شعبك جيشك جيشك اكبر يا وطني وهن بيبقوا صغار. Love.